ياهو ياهوي مرة مرة تسلم لي شو انك شاطر شايف عاشك لك مساطر تسلم لي شو انك شاطر شايف عاشك لك مساطر خارب لي بيتي معترني كل ما بشوفك بتوترني خارب لي بيتي معترني كل ما بشوفك بتوترني معصبني اول عاخر من جامعته تخرج شرط عرباية خطرة وكرج شوف كيف لف الخس تفرج شوف كيف لف الخس تفرج بوراك تبوق بالدفاتر أكلها أول عآخر في سعر الدواء الوجع في إيجار البيت الهلع قصدن لبسن أكلن سلعو قصدن لبسن أكلن سلعو والكل في البيت يناقر إفلاسن أول عآخر ديمقراطيا من قدو وردان الكرسي من جدو حتى تشيلو عنا بدو سحبا بالونش من الآخر حاكمنا أول عآخر مصرياتي شخا ساحة في الخارج واسترخى محسوبك عطحين الفرخة محسوبك عطحين الفرخة عدس فيه سوس ناخر جوعنا أول عآخر علينا بالبرة مستأوي أخبرني إلى أين ستأوي علينا بالبرة مستأوي أخبرني إلى أين ستأوي الله يبعد لك شي لأوي ما تلاقي حكيما شاطر رح تعلق أول عآخر باب لوين جايين لهون؟ اتطلع حواليك وبعد شوية بتعرف عم اتطلع بس بعد ما قلت لي اللي جايين لهون هيدا أول درس لإلك ما فهمت أول درس لشو؟ أول درس لإلك لتعمل زعيم من بعدي معقول في ناس عايشة هيك؟ وبعد في أكتر من هيك يا بابا طب معقول يضلون عايشين هيك؟ طب ضلك أنت عايش هيك لازم هن يضلوا هيك معلم اهلا وسهلا يا اهلا بدي دواء ايه على راسي شو اسم الدواء بصراحه نسيت بس العلبه لونها ابيض واحمر حبيبي معظم الادويه لون علبتها احمر وابيض الله نعم اهلا وسهلا هلا تذكرت العلبة بيجي فيها 30 حبة بشرفك شو تعرف إذا فتحت لك 3 أرباع العلب نعم بكل علبة فيه 30 حبة خلاص تذكرت الحبة لونها أبيض حليتها يعني كل العلب تقريبا في حبة لونها أبيض نعم سيستاسي هيدا الدواء بياخدوه 3 مرات بالنهار برا تطلع برا معك حق تعصب خلص
هلا اتذكرت. تذكرت اسمه؟ لا، بيتاخد بعد الاكل. اه عرفته، بيتاخد بعد الاكل. هلا عرفته. هيدا بيتاخد بعد القتل. وهلا روح خد الدواء. يا شباب. نعم يا بي. ها يا بي، ليش عم تعيط؟ في شيء ضروري؟ ايه يا بي، في شيء ضروري. شو هو يا بيي؟ لك من الجوز مثل ستيريو ما بيخلوك تفهم. يا ولاد انتو عارفين انه اليوم عيد الام، يعني اليوم 21 اذار. حدا فكر ممكن يجيب هدية ولا لا؟ يا بيي ما لا نسبة. نحن ذكرتنا يا بيي، مرتي كمان وصتنا هدية مهيئان. هلا تذكرت مرتك، ما تذكرت امك؟ ايدك لبوسها يا بيي. كل عيد وانت بخير يا بي. لا يعني اسم الله عليك حنون، الحقيقه بكيتني يعني. قوموا نفسوا وقفوا على جريكم، فوتوا بوسوا جريها لامكم الطاهره يلي ضحت بكل عمرها لتشوفكم رجال. قوموا تعالوا هلا شوف جاوا محلكم. فايتين لعندها بعد ما ضحت عمرها، ليكم فاضيين. يا عيب الشوم، يا عيب. معه حق بيكم، معه حق. فايتين هيك ابنها فاضي قدام الام اللي وقفت وضحت وسهرت وما خلتنا نحتاج اي شيء. بدك لكم عين تفوت ايدكم فاضي لعند امكم. شو هالابن البكر وشو هالخطاب الحلو هيك؟ عندك شي فكره؟ انا برايي نجيب مكواي جديده. ايه بيي، لانه المكواي القديمه ما عم بترص. والله ما في حدا بالدنيا بده رص الا انتم. اه بتعرف، شو رأيك نجيب غسالة معنا الشافي؟ هيك بتصير تنشف لحالها وبلا هالتنشير. تنشير؟ حق علي، والله ما كان حدا بده نشر إلا أنتو. والله يعني جرستونا قدام بيكون، معه حق. يعني واحد شو طلعتني أنت مكوية والتاني غسالة ونشافة، لك شو هالأفكار التعتير هيدي؟ فرجيني هيك أفكارك يا ابن البكر يا عظيم أنت. بيي نازل شي هلا بالسوق، شفتهم بالمحلات شغلة هيك بتجي ثلاثة بواحد، يعني عصارة وخلاط وفرامة، خس وبيض وعصير وليمون كلهم مع بعضهم غير شكل. اه فرامة كمان. أيوة فرامة. والله ما في حدا بده فرم إلا أنتو. شو عصبت يعني بي انت؟ يعني لو محلنا شو كنت بتجيب له؟ يعني انا لو كنت قادر كنت جبت له اولاد غيركم. هيدا ابو كامل عم يعمل لي مسكول. طيب يلا يا وين صهرانين؟ طيب نسهلنا شوي بعد. ما
We'll be right back.